عاد يا علته بطيبة ونعيد صايلنا لراضيها حنا هل الركب ومعازيبه. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بأجمل وأطيب تحية في هذا اليوم الكبير، في مساء الذهب، في مساء الرموز، في مساء الملايين، الأربعة الأشواط المرتقبة، شوطين للزمول، شوط الزمول العام والزمول المفتوح، وشوطين للحيل، أشواط السيوف للحيل، والملايين متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء في هذا اليوم الجميل. إذا أتقدم بجزيل الشكر لمولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. وأيضا الشكر موصول لولي العهد الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. والشكر موصول لنادي الإبل ممثلة بالشيخ فهد بن فلاح آل حفلين، والشكر أيضا موصول لسعادة العقيد سعود بن عبد الله آل حفلين رئيس اللجان الهجن والهجيج، والشكر أيضا لشركاء النجاح في هذا المهرجان الكبير، شكرا للاتحاد السعودي للهجن ممثلة بسمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد. متابعينا الكرام، انطلق شوط البندقية بالإضافة إلى المليون ونصف بالانتظار. مرحبا مرحبا في مهرجان اللي رسم رحلة عبوره، رحلة يشهد لها التاريخ في صدر البياني، جددت للدين قوة وابلجت للحق نورة واجمعت شمل القبائل واصبحوا مثل الأخوان. يوم حددها الإمام الفيصلي واثبت حضوره فوق كورة مصيحة، حدد وطن واعلن كياني. شكرا شكرا للشاعر مستور العصيمي. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، هكذا انطلقت الشعارات الكبيرة والأسماء الخطيرة، 30 اسم خطير، كل الأسماء والله خطيرة، في رصيدها سيارات، في رصيدها رموز حاصلة على الرموز، أول المنطلقين وأول الباحثين من أجل البندقية من أجل المليون ونصفه. هنا شعار، شعارك يا أبو خالد مع انطلاقة ميسر بشعار عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي، ينطلق ويدفع لنا ميسر على المركز الأول أحد الخبراء في عملية التدمير نايف بن صلاح الحربية، بينما المركز الثاني الهلالي حضر بشعار هجن السهلية العايدة ملكيتها للورد عبد
يلا بن سعيد العيد العيد شعار الحريثية شعار الذيب يا العيد. وبمتابعة العالمي حمد بن راشد بالراية من يتابع شعار هجن السلية بينما المركز الثاني حضر شعار ناصر بن عبد الله المسند يقدم لنا صفوان صفوان على المركز الثالث بينما المركز الثالث وصل شعار ممثل معاذر وصل الأهدافي وتقدم مع شمهلول حمد بن غانم بن سلطان الأهدافي على المركز الثالث المركز الرابع أو عفوا الخامس. واختتم بالنداء هملول حضر عبد المحسن بن طالب بن علي المري على المركز الخامس. هكذا الأسماء المتقدمة نداؤنا الأول أتممناه على مسامعكم وما خلف الخمس. يا هي شعارات كبيرة يا هي أسماء خطيرة يا بن معلة ميسر يحتل المركز الأول يبحث عن البندقية يبحث على المليون ونصف بشعار عبد العزيز بن معلة بن عليان السلي يتقدم مع هذا المهرجان الكبير المهرجان الغالي على قلوب الجميع مهرجان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. ميسر يحتل المركز الاول بشعار عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي على المركز الاول مع مقدمة شوط 4 كيلومترات انقضت يا بن معلى تبقت 4 كيلومترات ما يفصلنا على البندقية ما يفصلنا على المليون نصف على المليون نصف يا بن معلى بينما المركز الثاني الهلالي الهلالي بشعار هجن السهلية اللورد عبد الله بن سعيد العيد ويا له ذكريات هذا الشعار يا العيد الهلالي يا مالك الهلالي يقدم لنا الهلالي على شعار هجن السهلية بشعار هجن السهلية اللورد عبد الله بن سعيد العيد العالمي براشد حمد بن راشد بالراية الاهدافي خطير الاهدافي خطير مع انطلاقتي واندفاع الجلول حمد بن غانم بن سلطان الاهدافي الاسطورة في عملية التضمير حمود بن محمد الوهيبي يتابع حملول في عملية التضمير مع انطلاقه وشهلول في عملية التضمير بن قنزول حضر حضروا شعار ابناء دولة الامارات العربية المتحدة يقدموا لنا مغادر اسري بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري وصل اول نداء لهذا الشعار شعار بن حمرور اسم خطير يا بن حمرور على المركز الرابع المركز الخامس القدوم من شعار ناصر بن عبد الله المسند يتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس مع انطلاقتي في هذه اللحظات ومع اندفاعه ولكن انخطف المركز الخامس يا المسند شعار بن رايه او شعار علي بن حمد بن هزاح بشريده مع هداش يا بشريده على المركز الخامس ولكن العوده الى مقدمة الشوط ويا شعار ميسر بشعار عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي مع المركز الاول ومع مقدمة الشوط بوتركي يتابع يراقب شعار بن معلى نايف بن صلاح الحربي ابناء المملكة العربية السعودية مع شعار ابو خالد ولكن ابناء
أبناء قطر، نرحب بجميع الضيوف من أتوا من أجل هذه المشاركة بين الهدافي، الهدافي على المركز الثاني مع شهلول حمد بن غانم بن سلطان، الهدافي في الكواري على المركز الثاني، المركز الثالث شعاري بن قنزول مع مغادر سليب بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري حضر على المركز الثالث، الهلالي شعاري هجر السلية مع الهلالي في شعاري هجر السلية العالمي براشد حمد بن راشد بن راية بن راية يتابع بن راية يراقب الهلالي في عملية التضمير. المركز الخامس اني ارى اسم جديد بدأ يدخل على المركز الخامس مع انطلاقة مضياف، وصل شعاري بن دري، وصل شعاري بن دري بدأ يخطط على هذا الشوط. السعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي، الفلاحي تحرك مع مضياف ولكن ميسر 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 عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي مع المركز الاول ومع انطلاقة ميسر ميسر يا ابو خالد ميسر يا ابو خالد بشعار بن معلى بن معلى عبد العزيز بن معلى بن عليان السولي مع المركز الاول، ولكن بن قنزول بن قنزول على المركز الثاني مع مغادر السري بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري على المركز الثاني، الاهدافي مع شلول حمد بن غانم بن سلطان الاهدافي، والمركز الرابع الهلالي شعاري جسلية، والمركز الخامس القدوم شعار علي بن محمد بن هزاع بشريدة مع هتاش هتاش الكيلو متر الأخير. دخلنا الغلاف الجوي، دخلنا أجواء الكيلو متر المثير، الكيلو البندقية 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 بالانتظار يا بن معلى يا بن معلى بمتابعة نايف 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 بن صلاح الحربي مع ميسر مع ميسر ميسر الى البندقية ميسر الى البندقية البندقية بشعار ابو خالد المليون نصف يا الجائزة الثمينة، ولكن اللورد اللورد عبد الله بن سعيد العيد مع شعار السلية السلية، ولكن شعار بشريدة مع التاش التاش بشعار علي علي بن حمد بن هزاع بشريدة، ولكن البندقية 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 شعار بشريدة شعار بشريدة شعار السيناوي العيد العيد هوب 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 بن قنزول بن قنزول بن قنزول مع مغادر مغادر يو يا صراع البندقية بن قنزول بن حمرور بن حمرور الهلالي الهلالي العالمي على المركز الرابع، ولكن بشريدة بالراية بالراية مع هداش 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 علي بن حمد علي بن حمد بشريدة أخلف التراشيح بشعار بالراية سلام هداش سلام علي بن حمد بن هزاع بشريدة منتزعا بندقية الزمول العام والمليون ونصف بشعار بشريدة بشعار بشريدة بشعار هداش علي بن حمد بشريدة، والسلام إلى أبناء دولة قطر الشقيقة بشعار بشريدة. المركز الثاني العالمي على المركز الثاني بشعار هجر السلية، المركز الثالث يبدو لي شعاري بن قنزول مع مغادر سليب بن مسلب بن قنزول بن حمرور الحامري مع مغادر، والمركز الرابع شعاري هجن السلية مع الهلالي. إذا متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، شوط مثير وشوط الزمول العام
ويذهب البندقية والمليون ونصف بشعار في هذه اللحظات هتاش علي بن حمد بن هزاع بوشريد 12 دقيقة 49 ثانية و50 جزء من الثانية. هكذا توقيت هتاش المركز الثاني العالمي بشعار هجن السلية 12 دقيقة 49 ثانية و93 جزء من الثانية. مركز الثالث مغادر سليم بن مسلب بن قنزول بن حمرور العامري 12 دقيقة.